وأذكر السادة المشاهدون الأفاضل بأن معي داخل الاستديو وزير الأمن العام والهجرة الجنرال إدريس دوكوني الديكيل لنناقش معه أحداث 20 أكتوبر. سيد الوزير، أهلا بك في النشرة المسائية لهذا اليوم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. البداية السيد الوزير، من جهة أمنية وباعتبار اللحظات التي جرت في 20 أكتوبر، كرجال أمن كيف عشتم الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلتي، يوم 20 هو كان يوم شوية صعب لكل التشاهدين. بالنسبة للأمن، زي ما تعرفوا وزارة الأمن والهجرة هو ما منعت المانيفستاسيون، لكن بس فيها كونديشن. معناته أنت لما عايز، أنت بارتي بوليتيك عايز تمشي تسوي المانيفستاسيون، لازم تخط الديماند 5 أيام قبل ما أنت تسوي المانيفستاسيون. هناك طلب يجب أن يقدم. ولا قبل يوم 20 هم كان جابوا رسالة ما تمت الوقت عشان يسامي عليهم عشان يسوي المانيفستاسيون. عشان ده قلنا لهم لما عايزين تسوي المانيفستاسيون والله تزيدوا الزمن، سووا بعد يوم 20. هم ما رادوا بيسووا بعد 20، عشان ده هم نيتهم في البداية عايزين بمشوا للهادي الحصة. هم ما شوفوا هذا ما المانيفستاسيون، يعني ما شوال هو كان بريباري من زمن. وقت ناس قاعدين لسه في الديالوج، هم كان منظمين، لأن بعد الديالوج هم يوم 20 يرفوا، لأن نهاية البريمير ترانزيشن عايزين يمرقوا لل يسو أجريهات زي كده، ما للمانيفستاسيون زي ما الطبيعي. يعني إذن النية كانت مبيتة، النية ظاهرة، يعني عشان في المانيفستاسيون هذا كان حصلت ما من ناس جنبنا، ناس جابوا من دوبا، جو ناس من موندو، كان شهر تمام ناس قاعدة تتجايزوا لهذا هذا المظاهرات. عشان ده شوي صحيح الحكومة كان تعبينهم. لو كان حكومة قال لكم ما عندكم اوتوريزاسيون، مفروض لما ناس عندهم تربية هنا العدالة كان ما يمشوا كونتر ديسيجن على باعتبارهم لم يجدوا التصريح من الدولة. إذا ما هي الإجراءات التي اتخذتموها بعد التظاهرة لكي تستعيدوا الأمن؟ زي ما تعرفوا الأمن هو بخص كل التشاهدين. الأمن بعد ما الشيء اللي حصل، ما نقول شيء عديد، عشان ما فيش اليوم تشاهدين ما عايزين بطن يقبل ورا في سنين الفاتت كان فيها مشاكل كتير. الحكومة هو رول حقه، معناه الدور اللي هو طلب عشان يسي أي دليل عشان الشعب يكون يعيش في السلام. عشان ده نهنا بعد ما شيء ده حصل، شيء ده صراحة شيء ما يقف في حالة الحسنة، هنا قدرنا نوقفنا عشان شيء منظم. والشباب اللي كان حس عملوا هذا الجنايات هم شباب زي ما قلنا جابوه من برا، وفي تربية يقول اليوندو، معنا الناس اللي جابوهم ده الناس من يوندو. ناس دول فيها من بعد من الناس عندهم حاجة كده بأصل شربه، يقولوا كان أنت لو كان سويت مظاهرات كأنه في سحر سووا أسهار عن طول كل الأطفال اللي تستشوفهم بالليل شربوا، قالوا لهم لأن لما مشوت في المشاكل البندق ما يأكلكم. صراحة شيء متظاهرين ولا شيء سووه بترتيب. والحكومة زي ما الناس هسه بيقولوا زي حكومة هو ماشي على الناس، لا، الحكومة كان المينتين الأوردر. وهذا الأجريات بدأت من الساعة 8 بالليل، معناه المانيفستاسيون لما تسوي بالنهار، ما تجهز من الساعة 8 بالليل. من الساعة 8 بالليل الإجراءات المشاكل بدأوا. بكلام نصر يقولوا انسيركسيون، معناه مش مانيفستاسيون. المانيفستاسيون يكون
بنهار انت تشيل عندك حاجه تكلمه ولا تزاهر تروح. لو كان ممنوع كله كان كم مانيفستاسيون ممنوع، لكن ناس راحوا ما فيش نورمال. حتى يوم 14 مايو ناس كان راحوا، لكن ما فيش ما في نيه تخريب. لكن حصل يوم 20 ناس نيتهم جن هم ذات قاعد بهجوا، لازم نمرقوا ولازم نمشوا ان كونتاكت مع الفورس دي لورد. ولما لقينا 4-5-6 اموات خلاص كفايه عشان الناس الاوبنيون انترناشونال عشان يكوندن الحكومه. هذا الشيء ده صفي راسهم وما شوفوه. اذا بتقيم الاحداث دي كيف؟ عشان حتى زي ما قلت في الوقت الحالي حتى الرجل الامني كان ضحيه لهذه التظاهر. صراحه صحيح ناس الامني كان خسروا كثير، يعني مش بس كان قريب زي ما وزير الاولى بريمير مينستر كلمه الشاب ومن كان ماتوا قريب 50، لكن الناس الامني قريب 10 وزياده، عشان كل الناس عادل ماتوا قبل الشعب، عشان المظاهرين الناس اللي يسووا مانيفستاسيون هم اول هم قتلوا في الفورس دي لورد. هجموا رجال الامني بالأول. رجال الامني ما هم هجموهم للرجال الامني وفي اموات في رجال الامني. هناك طبعا في اي حدث لما يحصل هناك القيل والقال، في ناس بيقولوا ان في 1000 شخص تم ارسالهم الى كوروتورو. ردك شنو للكلام؟ ابو انت تكلمني كوروتورو ما نعرف لك لما ناس ودوا في كوروتورو، لكن بس تعرف زي ما تعرفوا اليوم السجين هنا الدابور الجستيس هو قاعدين في الجراف عندهم قريب شهرين. نادم لما اننا فورس دي لوردر البوليس من يوم سكون نادم، لكن ما يقدر يسوي فوق الجستيس. الجستيس اليوم عنده شهرين ما عندهم اي تحركات ومقفلين يعني. واليوم من شهرين جاي كل الناس المجرمين كان الامني مسكهم قاعدين في السجون لسه ما ودهم في الجستيس. ناس الامس مسكوهم ناس كميه، والناس دول يحطوهم وين؟ لازم يقسموهم في بريزون اخرين، يعني في سجون اخرين، عشان قادر الجستيس يجي يسوي خدمته لازم الناس دول تحطوهم في مكان امن، لازم في مكان وسيع، ولازم في مكان يقدروا مش تحط اليوم البريزون دول الجيول اللي هسه قاعدين في الكوميساريه دول ده اي ما واحد سووه عشان يشيل ناس 3 أو 4 عدد معين وناس دول اللي هم اعداد كثير، يعني ما تقدر تحطهم هنا في سجون في الكوميساريه دول، عشان ده ودوهم في محل ثاني. حتى ده كله بالتريك ما الجستيس سوى، ما بوليس بس مسكهم وقدام ناس في مكان سجون اخر. اذا كان القضاء حاليا في حاله جريف زي ما قلت، اذا النازل هل قاعدين في ايدي الشرطه؟ طبعا ما هو قبل ما تودي الجستيس لازم الشرطه ياكلهم يقيدهم في مكان واحد ويشيل كل الاجريات ببوليس جوديسيير. بعد ما الشرطه سوى الخدمه بعد ده يودي في الجستيس. الجستيس ما في، نودهم وين؟ نخليهم يقبلوا البيت؟ ما يجي، عشان كده لازم يكونوا مقربين لحد الخدمه بتاع الجستيس ببدا والجستيس بيسوي خدمته ان شاء الله. اذا في ايدي الشرطه؟ ما في شرطة الشاد ما كبير في قاعدين في سجون هنا شرطة. سعادة الوزير، ما هو النداء والرسالة الأخيرة تقدمها للسكان والشباب في الوقت الحالي اللي بتابعوك؟ صراحة الحكومة قاعدة في أمنها بتاع الشعب، ما قاعدة عشان يسوي المشاكل للشعب. لما في اليوم 20 قبل يوم 20 الحمد لله الديالوج ناشونال انكلوزيف الحوار الوطني كمل بصحة وسلام وبدينا صفة جديدة. عشان ده نطلب من الشعب عشان يساعدوا الحكومة الجديدة. في السنتين ده فيها حاجات كثيرة الحكومة جوفرنمان هسه قاعدة، ما جوفرنمان أنا زول ولا هذا فلان، جوفرنمان دونيون ناشونال دي ترانزيشن، كل الأحزاب الموجودين حتى البوليتيكو ميليتير قاعدين في هذا الجوفرنمان. عشان كده لازم نهنا نساعد الحكومة، لازم الشعب يساعد الحكومة عشان يبدأ في المرحلة الجديدة
لهذا البلد، عشان اليوم كل البلدان الأجوار عايزين الأمن العافي بتاع البلدنا. البلدنا الحمد لله اليوم العافي موجودة بدون المشاكل اللي بقت، خلي الشعب كله يكون واعين. عشان زي ما قلنا، كيف انت للشباب تقدر تقول كان شربت حاجة ده البندق ما باكلها وبتجي تدوس مع الحكومة ما يجي ما يجي. عشان كده خلي الأبهات الأمهات يوصل للأطفال عشان ما يمشوا يقوى في شرخ الناس البوليتيك. أذكر السادة المشاهدون بأن كان معي ضيفي داخل الاستديو وزير الأمن العام جنرال إدريس دوكوني الدكير، وزير الأمن العام. أشكر سعادة الوزير لتلبيتك لنا للدعوة، وشكرا جزيلا. شكرا.